الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد المصطفى الأمين. ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، شهر البر والإحسان، شهر الخير والجود والكرم. لا يسعني إلا أن أهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بهذا الشهر الكريم، وأسأل الله العلي العظيم أن يهل هلاله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وخير، وأن يجعل الشهر المبارك شهرا مباركا علينا وعليكم أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن وللذكر ولكل أبواب الخير، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الصيام والقيام ونزول القرآن، وأكرمنا فيه بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الأبرار الصائمين الخاشعين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ما أسرع تعاقب الليالي والأيام، وما أعجل دوران رحى الزمان، فالأيام والليالي تطوى، والأعمار والألوان تفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عباد الله، فقد أظلكم شهر عظيم، وضيف مبارك كريم، يطرق الأبواب هلاله، فاستقبلوه بالتوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استقبلوه بالفرح والبشر بمقدمه، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، ويحثهم على العمل الصالح، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صياما، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومما يستدعي حسن استقباله والتعبير عن تعظيمه والابتهاج بقدومه، والمؤمن يفرح برمضان لما فيه من أسباب الفوز بالجنان والنجاة من النيران، ويفرح المؤمن برمضان لأنه شهر يربي فيه نفسه على الصبر على الشهوات والصبر على الطاعات، فيفيده قوة في دينه وزيادة في إيمانه، فما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ويفرح المؤمن برمضان ليجدد في نفسه الأمل ويزداد فيه من العمل. عباد الله، إن كل الظروف مهيئة للإكثار من فعل الخيرات، الشياطين مصفدة، وأبواب النار مغلقة، وأبواب الجنة مفتوحة. يقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الفرصة مواتية والمجال مفتوح،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالغنيمة الغنيمة، والبدار البدار، قبل فوات الأواني يا عباد الله. من أبواب الكل الكبرى التي ازدان بها هذا الشهر العظيم كثرة قراءة القرآن، فإنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استكثروا من تلاوته وسماعه وتدبره والعمل به والاهتداء بنوره، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. رمضان شهر الجود والإحسان قولاً وفعلاً، فالنفوس زاكية بالصيام، فالنفوس زاكية بالصيام والقيام وقراءة القرآن. ومن علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله في رمضان رأى ذلك واضحاً بيناً في أخذه بمكارم الأخلاق فوق ما كان يعمله في غير رمضان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن أوسع الأبواب الموصلة إلى الله الدعاء، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. قال الله تعالى في سياق آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحروا مواطن الإجابة، فإن للصائم دعوة مستجابة وأرجى ما تكون عند فطره. قال ابن كثير رحمه الله في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخذلة بين أحكام الصيام إرشاداً إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. والصائمون والصائمات تتجدد فرحتهم يوم الفطر ونعمة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الإمام النووي: أما فرحته عند لقاء ربه فلما يرى من جزائه وتذكر نعم الله عليه بتوفيقه لذلك، وأما فرحه عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. فهذا سيد الشهور، شهر الصيام والقرآن، شهر القيام والإحسان، شهر الصبر والغفران، شهر الرحمة والعتق من النيران. فاغتنموه يا إخوة الإيمان، فقد لا يعود علينا مرة أخرى. عباد الله، يختص الصيام عن سائر العبادات بأنه سر بين العبد وربه، لا مجال فيه للرياء والنفاق لخفاء حقيقته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوة وطعامه من أجلي. قال ابن القيم رحمه الله: هو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. فاللهم أعنا على الطاعة والإحسان، ووفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم أهل علينا خلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام،
واغفرنا يا ربنا في هذا الشهر بالصيام والقيام والإحسان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفى. أيها المسلمون، في الصوم جهاد للنفس على ملذاتها وأهوائها لوقايتها من رواية الشيطان وسبل الانحراف والعصيان، وقد أكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين من صيام البطن والقلب دون صيام الجوارح عن المنهيات. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. فيا خسارة من صام عن الطعام والشراب ولم يحفظ سمعه وبصره ولسانه عن المنكرات. الغاية العظمى من الصوم هي أن ينال العبد درجة التقوى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. والصيام وقاية وستر من النار. قال أفضل قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. قال ابن العربي رحمه الله: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محبوكة للشهوات، فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. ومن فضائل الصيام ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فلنغتنم هذا الشهر المبارك بمزيد من الطاعات وفعل الخيرات والمواظبة على الصلوات الخمس جماعة وصلاة التراويح وتلاوة القرآن وإخراج الزكاة المفروضة والصدقة النافلة وبذل المعروف وصلة الأرحام والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والقيام بأداء العمرة لمن تيسر له ذلك، ففيها أجر عظيم. والصيام سبب للحصول على الصحة العامة بجميع معانيها، ففيه صحة بدنية حسية، وفيه صحة روحية معنوية، وفيه صحة فكرية ذهنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال أمن ورشد علينا وعلى أمتنا الإسلامية قاطبة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصيام والقيام، واجعلنا من متقابلين في هذا الشهر الكريم، وتقبل منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا بلداً آمناً مطمئناً، سخاءنا رخاءاً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم أصلح حالنا وحال إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة
السلام عليكم ورحمة الله.